صباح الخيرات من جديد. في هذه الأثناء نتحدث في قضية كرمية مرة على يعني الحديث فيها ما يقارب الخمس شهور، وهي قضية مجوهرات محال الماسة في طول كرم. ماذا عن آخر التطورات في هذه القضية وعن استمرار الجهود المبذولة في محاولة إعادة حق عائلة الشنتير أصحاب محال الماسة للمجوهرات؟ بالتأكيد التفاصيل حاضرة وإيانا مع السيد مفيد الشنتير. يسعد صباحك مفيد، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أختي باء، ويسعد صباحكم تلفزيون الفجر، ويسعد صباح كل مواطن كرمي يأبى الظلم. وبداية رحم الله شهدائنا وفك الله قيد أسرانا يا رب إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. يعني مفيد، اليوم عم نحكي تقريبا، أو إذا ممكن صحيح للمعلومة، خمس شهور على القضية. نعم صحيح، تقريبا خمس شهور ونصف وهي القضية ما زالت في مجرى التحقيقات. نعم، وبالتالي ماذا عن استمرار الجهود المبذولة في قضيتكم بعد مرور خمس شهور ونصف فعليا على الحدث اللي كان هو من أبرز الأحداث الحاصلة على مستوى المحافظات الفلسطينية؟ بداية قضيتنا تمثلت في قضية رأي عام يشهد لها كل مواطن وكل نفس شريف في هذه البلاد. نحن تعرضنا لظلم كبير، ظلم تمثل بزي جيش إسرائيلي، انتحلوا زي جيش إسرائيلي وانتهكوا حرمة بيت وقاموا بعملية سطو على بيتنا وعلى محلنا التجاري في مدينة طول كرم. إخواننا في الأجهزة الأمنية مشكورين، العيون الساهرة، العيون التي لا تنام لإحقاق الحق وإرداده لأصحابه. نحن نتأمل من أجهزتنا الأبية الاستكمال في التحقيقات، حيث مضى خمس شهور ونصف والقضية متابعة بجميع الأصعدة وبجميع المنحنى السياسي كامل، ونأمل من أجهزتنا الأبية أن تستكمل وأن تخرج بنتائج التحقيقات، وربنا ينصرنا وينصر كل مظلوم بهذه البلاد. نعم إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. سؤال يعني في ضمن سياق حديثك مفيد، وأنت تتحدث عن استمرار هذه الجهود بعد مرور خمس شهور ونصف على القضية، وبالتالي فعليا كيف بالنسبة لكم بالتأكيد كتفكير وكنظرة حول هذه القضية ما بين أول يوم على سرقة محلكم، وهو كان بالتأكيد يوم صعب جدا وصعب ولا يمكن توقعه ممكن لأي شخص ممكن أنه يمر في مثل هذا الوضع، وما بين اليوم وأنتم تتحدثون عن هذه الجهود وتتحدثون عن مناشدتكم أيضا في استمرار يعني الجهود والإجراءات في سبيل استعادة حقكم إن شاء الله؟ صحيح، بداية أنه القضية هي قضية معقدة، ليست قضية سهلة طبعا. يعني من قام بهذه العملة هي قام بتفكير وقام بتخطيط مسبق لفعل مثل هذا، وأن القضية يعني ما زالت في مجرى التحقيقات وفي مجرى الأمور الصحيحة، وإن شاء الله ربنا بيقدر الأجهزة السلطة بنصرة الحق وإرداد الحق، وإنه يعني نعم الجهود مستمرة وإحنا ملاحظينها وربنا يقدرهم، وأخوتنا في الأجهزة الأمنية مشكورين متابعين للموضوع من أول يوم، ونحن يعني لجأنا إلى ربنا وألهمنا الصبر خمس شهور ونصف ونحن صابرين محتسبين عند الله بأن ينصرنا وينصر حقنا. والأجهزة ربنا الله مش مقصرة لغاية الآن، والجهود مبذولة لكشف الحقيقة وإرداد الحق، وربنا ينصرهم ويقدرهم على أنهم يردون حقنا. اللي وقع علينا وقع على كل مواطن كرمي، الظلم اللي وقع علينا وقع على كل مواطن كرمي، كسر روح الشباب، كسر طاقات الشباب. أنا شاب بلشت مسيرتي المهنية بعد وفاة والدي الله يرحمه، وكبرت اسم الماسة وعملت اسم الماسة لأصبح يعني على مستوى الدولة والكل يشهد. ربنا يقدرهم وينصرونا وينصروا الحقيقة.
إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله دائما بيكون الصبر يعني عنوانكم وهو السبيل بكل تأكيد، وهذا إيماننا المطلق بصبركم. كنت بتسأل إذا كان هنالك أيضا يعني مناشدة بتوجهوها خاصة، وأنكم اليوم تتحدثون بصراحة بنوع من الراحة عن السابق وممكن المقابلات السابقة التي تم إجراها حول القضية، ونتفهم بكل تأكيد مشاعركم في بداية الحدث، وبالتالي هل ممكن أن يعني هناك أمل في حل هذه القضية، وهل في هناك انفراجات قد تكون في بعض التفاصيل، خاصة وأنها تفاصيل متعددة وتفاصيل معقدة، يعني ليس بحدث واحد فقط أو بجزئية واحدة فقط في القضية الخاصة صحيح. بكم صحيح، القضية ليست قضية سهلة، قضية معقدة واستغرقت جهود كبيرة من رجال الأمن لمتابعتها، وفي المقابلات السابقة كنا يعني نوعا ما مصابون بالإحباط، ولكن الله من ربنا يعني دب فينا العزيمة ودب فينا الصبر، واللي وصلنا لهذا اليوم وكلنا أمل وكلنا ثقة بجهود الأجهزة، وثقتنا بربنا إنه راح ننصر إن شاء الله ويرد إلنا حقنا، لأنه يعني ما حدا بيرضى بالظلم، وما حدا يعني بشوف الظلم بعينه وبسكت عنه، ولا أحد فوق القانون، والقانون سوف يأخذ مجراه، ونتمنى من الله أن يوفق الأجهزة الأمنية، ومنوجه مناشدة ومناشدة وشكر لسيادة الرئيس محمود عباس وسيادة الأخت انتصار عمارة وكل قادة الأجهزة الأمنية بكل مسماه على الجهود المبذولة من ناحيتهم لنصرة الحق وإرداده لأصحابه، ومناشد كل مواطن كرمي أن يقف معنا، أن يقف معنا، إحنا ناس وقع علينا الظلم، إحنا ناس 5 شهور ونصف نحن نموت كل يوم ومصابين بالإحباط، إلا أن الله يعني كوانا بعزيمته وبإرادته أن ينصرنا وأن يكشف الحقيقة إن شاء الله. وإن شاء الله دائما بتكون كل الشارع ليس فقط الكرمي إنما الشارع الفلسطيني، كون القضية هي كانت ولا تزال قضية رأي عام فلسطينية ليست قضية شخصية تخص الشنتير، كونها هددت الأمن العام في المنطقة صحيح، وهددت الأمن الاقتصادي في البلد نعم. كامل هددت نعم. الأمن الاقتصادي في البلد كامل، يعني أنا كشاب عمري 30 سنة اشتغلت وعملت وكبرت، وبالآخر في أضالة تيجي تأخذ تعب سنين، تعب والدي، تعبي بخلال ثواني تنهي، فهذا الشيء لا أحد يرضى به. نعم احنا أكيد إن شاء الله، وكلنا أمل بالله وكلنا أمل بأجهزتنا الأبية بأن تنصرنا وترد إلينا حقنا إن شاء الله في أقرب وقت ممكن، ونكون مهنئين لكم في حل هذه المعضلة، ونتمنى دائما أنه يكون الصبر عنوانكم وأن تعودوا كما كان الحال وأفضل بإذن الله تعالى، وهذه ثقتنا دائما بالله عز وجل. أشكرك جزيلا الشكر سيد مفيد. وكلمة أخيرة، أنا بتشكر تلفزيون الفجر اللي كان متابع للموضوع من بدايتها وكان ينشر مناشداتنا ويوصل صوتنا، ومشكورين على اللقاء اللي بصير حاليا، لأنه يعني ما حدا برضى بالظلم وما حدا برضى باللي صار معنا، لأنه اللي صار معنا لو ما يعني ما بذلت جهود إنه ينمسك أو ينكشف راح يصير مع غيرنا وراح يصير كل مستباح في هذه البلد. وبنشكر كل مواطن كرمي اللي بقول وبوقف عند الحق وبحكي الحقيقة، أكيد هذا واجبنا وهذا رهاننا على شعبنا الفلسطيني اللي دائما إحنا يمكن من زمان متعارف عليه التعاون والتعاضد في وقت الشدة والأزمات، وإن شاء الله الفرج قريب يعني مفيد. يعطيكم ألف عافية وكل التحية لجميع أفراد عائلتك، وإن شاء الله دوام الصحة والعافية لكم. مشكورين جدا التحية من عائلة الشنتير، ومشكورين أهل البلد على وقفتهم وعلى يعني رسالة أخيرة بوجهها، الحمد لله مناشداتنا اللي منطلعها على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيشاركوها أهل طول كرم، نفسهم الطيب، نفسهم الشريف، اللي توصل صوتنا لقادة الأجهزة لسيادة الرئيس ويتابعوا موضوعنا، والضرب بيد من حديد على من كل من تسول له نفسه بفعل هذه العملة الجبانة.
إن شاء الله. كل الشكر مرة أخرى سيد مفيد شنتير صاحب محل المصري المجوهرات على وجودك اليوم معنا وعلى إطلاعنا على هذه التفاصيل، ونتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله بجميع الأوقات. شكرا جزيلا لكم. من هذه القضية الكرمية الفلسطينية نذهب وإياكم إلى جانب مهم جدا اقتصاديا، وتمتلئ الصفحات وكل أدوات ووسائل التسويق عن الجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء. ما أصل هذه الفكرة وكيف تغزو أسواقنا الفلسطينية وتغزو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثيرها إن كان إيجابا أو سلبا خاصة والظروف الصعبة التي نعيشها؟ هذه التفاصيل حاضرة وإيانا بالتأكيد مع ضيفنا الخبير الاقتصادي دكتور مؤيد عفاني، لكن بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية سنيورا عشرة عمر. وكيف بوجه النهر؟